ليش نجد أنه قديماً ذاك الانشداد العجيب كان، والآن هذا الانشداد ضعف؟ الآباء والأمهات، هذا الشيء اللي كان متداول قديماً، أن الأم قبل ما ينامون يتحدثون مع أطفال، يجعلونهم يعيشون أجواء خيبة. هذا الطفل الصغير يعيش قضايا عاشوراء، يعيش قضايا أبي الفضل العباس وعلي الأكبر والطفل الرضيع. الطفل بمقداره يفهم، وإن تجربوا شهرياً 3 أشهر كل ليلة قبل ما تنامون اذكروا لأطفالكم قضايا كربلاء، قضايا أمير المؤمنين، قضايا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بعد مدة لا يتركونكم، كل ليلة يردون منكم قضية. إذن أنه نخلق من أولادنا محبين، والهين، مشدودين، ومن عوائلنا نخلق منهم جيلا حسينيا.